قدم على او مستوى اليد او الطايره او السله او اي رياضه، دي حاجه طبعا بتزيد من يعني قوه النادي الاهلي واحنا بنتكلم. انا اسف يا كابتن حشيش، ده من رياضه النادي الاهلي اللي النهارده الحقيقه استعدادا لمباراه النور السعودي بكره ان شاء الله في مواجهه طبعا المركز الاعلامي للنادي الاهلي. اتفضل. البدايه دايما بتبقى صعبه وخصوصا ما تبقى مع فريق قوي كبير، بس طبعا هيبقى فيه كالعاده دعم جماهير كبير من طبعا التذاكر نفذ تقريبا بتاعت ماتشات الاهلي عن ماتش ده وماتش برشلونه يا كابتن. نعم. وطبعا كره الصالات بتبقى فيها التشجيع بيبقى قوي جدا جدا، ولما تكون الصاله يعني مليانه فنتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في البدايه عشان يمشي يعني خطوات في البطوله دي وان شاء الله يحقق البطوله. يعني استاذ خالد، من البطولات او البطولات بحب البطولات المجمعه قوي، خاصه الفرق اليد والسله والطايره، خاصة لو بتكون في البلاد العربية بتشوف قد ايه حجم شعبية النادي الاهلي يا كابتن. يعني صحيح. بتبقى دليل كبير جدا على اي حد يقول لك ماتش السوبر في البحرين اي حد يقول لك مثلا فرق كبير الاهلي مثلا يعني اقل شعبية مثلا في احنا بص الحمد لله الفرق بتاعتنا لففتنا يعني الدول العربية دولة دولة، وشفنا قد يعني ايه وشفنا قد ايه وشفنا قد ايه النادي الاهلي بيبقى متقفل له المدرجات والتذاكر خلصانه قبل المباريات، واي فرق تانية ايا كان اسمها وحجمها بتكون في نفس الاماكن بيبقى التذاكر بتبقى عامله ازاي. انا حابب اركز على الجزئيه دي واركز على جزئيه تانية. كم برنامج في مصر فرد مساحه للاهلي في كاس عالم الانديه لليد؟ كم اليد؟ كم برنامج في مصر؟ غير قناة الأهلي يعني؟ على فكرة للأمانة يعني أنا فرد مساحة كبيرة. لا احنا بنتكلم احنا كويرة أكتر يعني طبيعي كورة هي اللي شغلة دماغنا. جميل بمغنى. جميل. أنا للأمانة لسه أول امبارح واخد بالي إن البطولة دي دلوقتي يعني أنا عارف إن احنا هنلعب بطولة كأس عالم. ما هو ده ليه بقى؟ الناس مش عاملة ما هو ده دور الإعلام. ده دور الإعلام. الإعلام الإعلام مهتم إن كريستو عنده مشكله مع مارسيل كولر، فاحنا لازم نشوف نادي كل الاجيال اللي عملت هناك هم زي ما حضراتكم شايفين بيتمرنوا مستنيين ماتش بكره. شعبيه كبيره جدا سواء للنادي الاهلي او لنفسهم جدا الحقيقه جدا انه جمهور النادي لازم ندي لهؤلاء الاجيال حقهم زياده كمان. ده عارف اهميه المباراه، ويمكن من ابرز الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي وجيل الثمانينات اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، فرقه سباحه. الجيل ده الحقيقه كان فيه مواهب كتيره جدا وعظيمه جدا، عشان كده مش عايز اقول اسماء علشان ما انساش حد، ولكن كلهم رموز ورموز كبيره جدا جدا كلهم رموز وشايفينهم بنجوميتهم لحد دلوقتي سواء اي شيء ايجابي في الاداره زي كابتن محمود الخطيب، في التدريب زي كابتن مختار مختار، في الاعلام زي كابتن مصطفى عبده، نجوم كتيره جدا جدا عشان بس ما انساش حد. انا باخد امثله من كل مكان. النجوم دي هتظل دائما في قلوب كل اهلاوي وكل محب للنادي الاهلي وكل محب لتاريخ النادي الاهلي. النهارده ذكرى الوصول لنهائي افريقيا بابداع كبير من اساطير جيل الثمانينات ومديرهم الفني في هذا التوقيت الراحل العظيم كابتن محمود الجوهري. الاهلي صعد للنهائي بعد الفوز على رينجرز النيجيري 4-0 على ما اتذكر، ولكن هذا الجيل من الاجيال اللي بدات حطينا رجلينا في افريقيا واصبح يخرج منها لنجوم المنتخبات، نجوم للمنتخبات بقى في هذه الالعاب. صحيح. كان يمكن للاهلي ان يكتفي بلعبتين ثلاثه، لكن الاهلي لما يصرف على 4-25 لعبة والحمد لله كمان ما بتجيبش جنيه طبعا. ادخل المجلس كمان الجديد دخل لا كمان